عنوان الفيديو ده انا هخليه الحب الصح في الوقت الصح والحب الغلط في الوقت الغلط. ماشي، كلام للبنات والمراهقات وكمان الستات الكبيرة. عشان كانت عايشة قصة حب بنت لذينة، بنت لذينة في وقت احنا كنا فيه اولى ثانوي او ثالثة اعدادي، ثالثة اعدادي اولى ثانوي، والشخص ده كان بيحبها جدا وبيجيب لها هدايا وورد وحاجات جميلة، وبنتقابل وبتروح معايا النادي وبتروح معايا كل حتة والدنيا حلوة. شوفي ميه، الفيديو اللي فات عملنا الميك اب اللوك ده اللي هو مناسب للشغل للدراسة للجامعة اي حاجة، اكيد مش للمدارس. المدارس البنوتات اللي بتجيلي الايفنتات او بتقابلني او بتطلب مني اونلاين بتاخد الحاجات الشفافة، مثلا الليب جلوس الشفاف، اي حاجة شفاف، اي حاجة ماسكارا شفافة، خليكي في كده علشان قبل نظرة ما تتردكيش ومحدش يتريق عليكي. ما تحطيش الالوان الكتيرة اللي البنات الكبيرة او طنطات الكبيرة، وما تقوليش يا طنط خالص لما تشوفيني، قولي لي هبة بس اللي بتحطها. لما تكبري بيحطي الوان جميلة ظريفة زي كده، براونات او نود او الحاجات اللي هي ايه المايك شبك في اللبس بوظ اللبس خالص. بصوا بقى، انا هعمل لكم سلسلة واتكلمت عنها الفيديو اللي فات بتاع الميك اب بتاع الجامعة والدراسة، سلسلة اسمها اكوا توك. يعني في ناس بتعمل كافي توك وناس بتعمل تي توك وناس بتعمل توك عادي او بودكاست عادي. انا هعمل لكم حاجة لايك بودكاست بس اكوا توك. اكوا توك يعني اكوا مية، توك هنتكلم واحنا بنشرب مية. يعني انت كده بعد ما تكوني كلتي وعملتي كل حاجة، اقعدي كده بدل ما تشربي شاي وتشربي قهوة اشربي مية، هاتي كوباية مية دي 400 ملي حلوة لما انت تشربيها اكتر من مرة في اليوم، اكتر من 5 مرات او 3 مرات في اليوم على قد ما تقدر. المية بتفرق جدا. اتكلمت في الفيديو اللي فات ان انا بتعرض لظروف صعبه مع الحمل شويه، الحمل الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربنا عدي على خير. لا ما اقدرش انكر نعمه ربنا، الحمد لله لحد دلوقتي انا بخير، لكن لولا اني ما كنتش انا وقت الوحم ما كنتش بشرب ميه خالص. الوحم اللي هو اول 3 شهور عشان ما كنتش بستحمل الميه عشان الغثيان والترجيع وكده. بعد كده لما ابتديت الشهر الرابع بعديه كده الدنيا تبقى احسن شويه في حته الغثيان دي، بدات ان انا الحبوب تختفي. كان عندي حبوب كتير هنا وهنا حبوب غريبه، رغم ان يعني مش سن حبوب خالص، انا مش مراهقه. بالمناسبه احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن الحب اللي في المراهقه او في الوقت الغلط، او الحب الغلط في الوقت الغلط والحب الصح في الوقت الصح. بنوتاتي المتابعين، سالتكم ايه اكتر مواضيع ممكن تهمكم، بعض الناس قالوا حب المراهقه واغلبكم كان من السن الصغير، واغلبكم برضو ناس تانية الامهات اللي من سننا او اكبر مننا شوية عندهم بنات في سن المراهقة من اول 10 11 12 لحد 18 سنة. انا بعتبر الوقت ده وقت مراهقة ووقت القرارات الغلط كلها. بصوا بنات والله العظيم الحب الصح في الوقت الصح هو الدنيا الحلوة. كل بنت اول ما بتفتح كده على الدنيا بتحس ان هي امورة وشكلها حلو، وممكن ولد جميل يقابلك عايز رقمك عايز يتكلم معاكي عايز يخرج معاكي عايز نبقى اصحاب. الولاد في السن ده ما بتبقاش عارفه قراراتها، ما بتبقاش فاهمه هي عايزه ايه، ما بتبقاش اصلا عامله مستقبل او لسه ليها مستقبل او وظيفه او شغل او بزنس حتى. انتي انا عارفه ان بيبقى في مشاعر من عندك، بتبقى مثلا بنوته جميله كده قابلت ولد كويس مثلا في الكليه او في السوري في المدرسه او في النادي او في اي مكان، حاولت ان هي يعني هو انجذب ليها، حاول يكلمها هي اعجبت بيه، خلاص انا هخبي على مامي انا حبيته. الحاجات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بتاعه الكبار او حتى لما بنشوفها مع اخواتنا، يعني مثلا نشوف اخواتنا اختي مثلا عملت يعني ايه خطبت او حبت عن او جوزت عن حب او حبت قبل كده او كده، الموضوع بتاعها بقى احسن يعني او كامل. بس ده مش مقياس، مش شرط اللي ينجح معايا ينجح معاكي. ممكن يكون ليكي اخت او صاحبه حبت وخطبها واتجوزوا بس اكيد خسرت حاجات كتير، خسرت ان هي ما انتبهتش لدراستها. ده الوقت اللي الفيديو ده موجه للامهات او الكبار عشان يبعتوا الفيديو ده للبنات او يشوفوه يخليه يشوفوه، والبنات الصغيره اللي هو السن بتاعي بقى اللي انا بحبه اللي هو ايه البنات اللي بيشتروا ليب جلوس شفاف وماسكارا شفاف، بموت فيكم انتوا عسل. السن ده مش هقول لك ممنوع ان انت تحبي، حبي كل حاجه حواليكي بس ما تحبيش ولد. هقول لك ليه، ده سن وده وقت انك تكوني فيه دماغك، دراستك، معلوماتك العامه في الحياه،
ثقافتك اللي هتنفعك بعد كده لما تتجوزي وتتكلمي مع اولادك وتتكلمي مع جوزك وتتكلمي مع اهل جوزك وتتكلمي مع المجتمع اللي هيبقى حواليك وحوالين جوزك. تمام؟ لازم تملي دماغك بحاجات كتيره، لازم يكون عندك علم، تذاكري كويس ايا كان مجالك، حتى لو ما بتحبيش المذاكره ما تحبيش المذاكره خلاص، ذاكري ذاكري بعدين، ذاكري وقت الامتحان او وقت ما يكون مطلوب مذاكره، بس شوفي فيديوهات، علمي نفسك، ثقفي نفسك، شوفي حاجات مفيده ليكي. هتقولي لي غصب عني انا معجبه بالشخص ده، انت وارد في الوقت ده تشوفي زي القمر، تشوفي احلى واحد في الدنيا، تشوفي نفسك عروسه معاه، وتشوفي صاحبتك اللي اتخطبت عن حب خلاص الدنيا حلوه قوي. هقول لكم حكايه، في بنت انا كنت اعرفها يعني وقت ما احنا كنا مراهقين، كانت عايشه قصه حب بنت لذينه، بنت لذينه في وقت احنا كنا فيه اولى ثانوي او ثالثه اعدادي الاولى ثانوي، والشخص ده كان بيحبها جدا وبيجيب لها هدايا وورد وحاجات جميله، وبنتقابل وبتروح معاه النادي وبتروح معاه كل حته والدنيا حلوه قوي. تمام؟ البنت احنا كنا احنا الاثنين كنا شاطرين قوي، كنا شاطرين في المدرسه، بنجيب نمر حلوه 48 من 50 49 من 50 46 من 50 كده يعني. البنت دي كانت من وسط الشله بتاعتنا، مستواها بدا يقل جدا لحد ما دخلت كمان، لما دخلنا كليات وكبرنا ودخلنا كليات مستواها قل جدا، ودخلت كليه اي كلام وندمت طبعا. انا ما قلتش ان الكليه اي كلام دي حاجه وحشه، لا، بس وارد جدا يكون عندك القدره انك تدخلي كليه عاليه وتكوني مثقفه. طيب هو دكتوره، انا دكتور تمام، بس هل انا طول النهار في العياده او في الصيدليه؟ انا مش في عياده، انا كنت بشتغل في صيدليات وشركات ادويه. انا طول النهار في الشغل؟ لا، بس دراستي في الطب والصيدله فادتني كتير في حياتي، فادتني كتير في شغلي، ان انا اتعلم شغل الميك اب واتعلم شغل التجميل، السكين كير والهير كير والحاجات دي، فادتني في ان انا احافظ على حاجات كتير قوي في حياتي، واخد الفيتامينز واشرب ميه. اشربي ميه الوقت ده بتاع المراهقه، لازم تشرب ميه كتير، انا بتكلم بجد، لازم تشرب ميه كتير قوي 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 قوي. شعرك هيفرق جدا في شعرك، هيفرق جدا في بشرتك وشكل بشرتك، وهيفرق جدا في صحتك. دي قصة من قصص كتير، وكان كمان وقت ما كان بيتقدم لها ناس كويسة لما كبرت او كده بقت في الكلية، الشخص ده لما هي سابته وبعدت عنه هي عشان اهلها ما وافقوش بيه، لان هو ما كانش ماديا كويس او ما كانش هينفع اصلا يعيشها في مستوى كويس، اصلا مش مستوى، اصلا ما فيش مستوى اساسا عشان يعيشها فيه، مش هنقول بقى مش معاه فلوس، لا، ده هو ما فيش مستوى اصلا عشان يعيشها فيه. الشخص ده بدأ يهددها او يهددها ان هو يقول لاهلها ان كان في بينهم خروجات وصور وتليفونات ومسجات وحاجات من دي، وابتدى يدمر حياتها بالبطيء، لحد ما في وقت خلاص ما اوقات كبرت خلاص واتجوزت وتعافت، بس برضو اتجوزت جوازة مش هي حباها. الحب الصح في الوقت الصح، ما تهلكيش مشاعرك، انا اللي عايز اقوله كده، ما تهلكيش مشاعرك بجد. انت لما بتيجي تهلكي مشاعرك في حب من وانت صغيره، وانت في الكليه، وانت في ثانوي، وانت في اعدادي، ايا كان الوقت اللي انت محتاجه فيه تكوني جسمك وتكوني عقلك، تتغذي كويس، تلعبي رياضه، تعملي اي حاجه حلوه لنفسك لكيانك انت ولشكلك، وتختاري لبس جميل وتعملي حاجات جميله، الوقت ده ممكن تنشغلي ويحصل ان انت تنسي نفسك وتنسي تعليمك، او تتهملي في تعليمك شويه، وتعرفي شخص غلط، وطبيعي هيكون قرارك غلط، طبيعي جدا 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 هيكون قرارك غلط، لان دلوقت ده المشاعر بتبقى جياشه، والمشاعر القلب لما بتبقى مشاعره جياشه كده ومندفعه قوي لازم بياخد قرار غلط، هتهلكي مشاعرك وهتتعرضي لصدمات كتير وهتعرفي ولاد كتير قوي، وهتحسي في وقت من الاوقات لما يجي الشخص الصح انك ما عادش عندك اصلا مشاعر، مش هتستمتعي لما يكون عندك مشاعر حفظتي بيها على نفسك لوقت جوزك الصح، وهو انت هتقابليه وهيجيلك في وقتك اللي صح، مالكيش دعوه هيجيلك امتى والسن كام وهتقابليه فين وامتى، ما تركزيش، انسي الموضوع خلاص، هيجيلك الراجل الصح اللي والله العظيم هيحسسك احساس حلو جدا. هتحسي معايا فعلا ان انت حبيبتي، الدنيا مش وردي في كل حاجه، بس ما تقعديش تهلكي مشاعرك، ما تقعديش تهلكي اعصابك، ان انتوا هتخانوا كتير جدا، واصلا كل حد بيتخانق، بس من الحاجات الحمد لله ان انا بحمد ربنا عليها ان انا قبل الجواز ما اهلكتش مشاعري،
مع حد ما يستاهلش او ما كنتش هتجوزه او ما كانش ناوي يتجوزني، ممكن يكون بيتسلى، ممكن يكون عايز يثبت لنفسه ان هو احلى واحد في الدنيا عشان معاه بنت جميله او بنت كويسه او ايا كان بنته خلاص، او جزء من البنات ممكن يكون عارفك ويعرف غيرك على فكره بجد عادي، وممكن ما تبقيش مصدقه ان هو عارف غيرك، بس ممكن يكون عارف غيرك عادي بتحصل والله. وهو لو بيحبك مش هيخليكي تهلكي مشاعرك في وقت زي ده، خلي بالك من النقطه دي كويس قوي. الحب الصح في الوقت الصح، والوقت الصح هيجي مع الشخص الصح، والشخص الصح هيجي في الوقت الصح، وهيجي من حيث لا تحتسبي من غير ما تعرفي، وهيجي لوحده. عشان خاطري اعملي كده، عشان خاطري ده الوقت اللي انت فيه لازم تهتمي بنظافتك الشخصيه، وهنعمل فيديوهات عن حاجات زي كده كتير، بحاجات اقل التكاليف على قد ما نقدر عشان ما نكلفش مامي وما نعملش حاجات غلط في نفسنا. تهتمي بشعرك، تهتمي ببشرتك، تهتمي لو حتى تتعلمي ميك اب، تتعلمي ميك اب مناسب لسنك، شفاف اهم حاجه، شفاف او بينك اهم حاجه. بحبكم جدا، لما بقابلكم في الايفنتات بموت فيكم والله، بتبقوا عسل قوي. وبتصور ساعات في بنات بتوافق ان هي تتصور بالاوردر، مثلا تبقى مثلا واخده زي مثلا كريم، مثلا كريم لبشرتها او غسول، تصور بالاوردر كده لو مامتها موافقه. فطبعا بنزلها على الصفحه بتاعه الفيسبوك، اللينك في صندوق الوصف بتاع الفيسبوك هو والانستغرام والتيك توك وكل حاجه. فعشان خاطري والله بجد انا الكلام ده هقوله حتى لبنتي، وهي اكيد هتطلع لي. اكيد البنت هتطلع لمامتها، هتيجي خليكي تنكي بس عنها شويه، خليكي تنك، ما تبقيش حبوبه كده وبشوش، خليكي حبوبه مع اصحابك البنات عادي، مع اصحابك اللي تخرجوا مع بعض، تروحوا اماكن جديده، اماكن حلوه، تاكلوا بره وتختاروا مكان كويس او كده، واصرفي فلوسك على نفسك. المصروف اللي بتاخديه من مامي او من بابي او من بابا او ماما، اصرفيه على نفسك، اصرفيه على حاجه تفيدك، اكل كويس، بدل ما تشتري بيبسي اشتري ميه، او والله العظيم اشتري ميه. هتيجي بعد كده في يوم من الايام هتندمي ان انت ما شربتيش ميه، هتبصي تلاقي وشك كله باظ. ما تعمليش حاجات كتير غلط في الوقت ده، قرارات كتيرة بناخدها غلط غصب عننا عشان الاندفاع وعشان الفضول، بيبقى عندك فضول عايزه تعرفي العلاقه مع الشخص ده عامله ازاي، هيخرجني فين، هيفسحني فين زي بقيه اصحابي ما هم خارجين ومتفسحين. بس صدقيني والله بجد والله فعلا، انت لما تدخلي في مرحله الحب الصح هتحمدي ربنا على كل سنه عديتيها من حياتك، وانت بتطوري نفسك، بتذاكري كويس عشان تخشي كليه كويسه عشان تبقي فخر لاهلك، وتتعلمي يعني مش لازم تخشي طب وصيدله وحاجات من دي، ادخلي اي كليه كويسه تقدري تتعلمي منها كل حاجه تفيدك في حياتك. انا كان حلم حياتي ان انا ادرس ادويه، كنت بموت في حاجه بحبها جدا وانا في ثانوي كده، كنت اقعد اقرا البامفلتس بتاعه الادويه، وكنت بموت بحب الادويه جدا. اشتغلت، اتخرجت، اشتغلت في الادويه الحمد لله فتره كبيره، والميك اب والتجميل برضو اشتغلت فتره كبيره عشان كل الحاجات دي كيمياء. استفدت كتير، وبستفيد في حياتي الزوجيه حتى كمان بستفيد كتير، ان انا حتى اعرف اعمل سكين كير لنفسي، اعرف ان انا اعمل هير كير لنفسي، اعرف ان انا اخد الدواء. يعني مثلا اهو انا باخد الفيريديودونال الحديد، ابقى عارفه مثلا وانا من واقع دراستي ان انا الحديد ده لازم اخده مع حاجه فيتامين سي، اخده مع حته مع جوافه او مع ليمون او برتقال، حاجات بسيطه هتفرق معاكي مش هتحسيها دلوقتي. وما تزعليش من مامتك ان هي بتحذرك مثلا، تقول لك لا ما ينفعش تخرجي معايا، ما ينفعش تتكلمي معايا، حتى لو مامتك عارفه هتفضل قلقانه، ما تخليهاش قلقانه، خليكي دايما مامتك في امان من تفكيرها ومن وجع دماغها. يعني حرام عليكي، مامتك بتقعد تعمل حاجات كتيره في البيت، مش هتلاحق على اخواتك واصحابك وكل حاجه واعياد ميلادك، وفي الاخر تخذليها او تخليها مثلا. انا عارفه تقلبات هرمونيه والله العظيم بجد، احيانا كتير بيبقى الحب والاعجاب ده هرمونات والله، او مجرد انفعالات. عارفه كده لما تقولي انا اتنرفزت فبيبقى فيه هرمون كده الادرينالين بيضرب في الدماغ، فهو ده من ضمن الحاجات دي، من ضمن الهرمونات اللي هي بتحسسك انك قد ايه جميله مع الشخص ده وسعيده. قربي من مامتك، قربي من باباكي، قربي من اصحابك، قربي من نفسك بجد، قربي من نفسك، وتاني وتالت ورابع ما تهلكيش مشاعرك. اللي هينفعك في حياتك الزوجيه انك مشاعرك تبقى لسه بكر، هتحسي بمتعه رهيبه في الحب، وهتحسي بالحب فعلا نفسه لما مشاعرك ما تبقاش اتهلكت، ما تبقاش استهلكت سنه عن سنه عن سنه، عرفتي شخص قعدتي معاه كام سنه، سابك سبتيه، حصل اي حاجه، خانك، كنت بقيت شر عليكي من حاجات زي كده ايا كان، بس هيبقى ليكي ذكريات سيئه. اي حد بعد كده هيبقى عندك تراست ايشوز، وشايفه ريد فلاجز وحاجات غريبه كده. اه والله
ومش هتستمتعي معاه خالص. يعني لو جابلك الورد الدنيا كله مش هتحسي ان قد ايه الورد ده حاجه جميله، زي رغم ان احنا بنفرح بيه جدا. لو جابلك كل حاجه جميله مش هتحسي باي حاجه، مش وهتشوفي الشخص الصح هو الشخص الغلط، ويبقى عندك اضطرابات كتيره جدا في حياتك. فعشان خاطري لو سمحتي اسمعي كلام الاكبر منك، ممكن تكون خبرتي في الحياه اكبر منك شويه، بس انا بكلمك عن ثقه في النقطه دي، ان كل صحابي اللي اهلكوا مشاعرهم في الحب وفي الخطوبات وان انا عايزه ابقى عروسه وانا لسه ده مش اواني اصلا ان انا ابقى عروسه، لما تكبري وعقلك ينضج اعملي عقلك الاول وبعد كده اعملي قلبك، عشان هتحسي بعد كده قد ايه الحب جميل جدا لما تكون مشاعرك بكر ما تستهلكتش. بمعنى هقولك مثلا معايا اي حاجه، موبايل اعتبري ان قلبك ده موبايل، عمال استخدمه كل يوم كل شويه كل يوم كل شويه كل يوم كل شويه، ببهدله. هيجي عليه وقت مهما عملت له من صيانه او كفرات او اي حاجه هتحس انه قديم مش عارفه تستمتعي بيه، اضطر ترميه بقى وتهمليه. هل هتعرفي تجيبي قلب تاني غير قلبك؟ مش هتعرفي. تعرفي تجيبي موبايل تاني اوكي، بس مش هتعرفي تجيبي قلب تاني غير قلبك. وساعة ما تتجوزي او يجيلك الشخص الصح مش هتحبيه، مش هتستمتعي، مش هتعرفي حتى تسعديه ولا تسعدي نفسك. انا عارفه انك كبيره كفايه انك تفهمي الكلام ده، لكن مش كبيره كفايه انك تقرري الشخص ده هو اللي هكمل معاه بقيه حياتي ولا لا، ومش كبيره كفايه ان افضل ابقى فاهمه ايه الوقت ده ان انا اقدر ادي قرار صح في حته ان انا اختار شخص زي ده، لان انت كده كده الوقت ده بيبقى مشاعرك متلخبطه وهرموناتك متلخبطه، انت لسه اصلا بتتكوني. اسمعي كلام مامتك اللي دايما بتنصحك، لان مامتك في يوم من الايام كانت في نفس الفتره بتاعتك، واكيد ممكن تكون عادتها بسلام لو هي مستقره مع بابا في الحياه الزوجيه، علشان بعد كده تلاقي نفسك مستقره في حياتك الزوجيه. ربنا يديم عليكي او ربنا ينعم عليكي بالزوج الكويس اللي يحبك قوي واللي تحبيه اهم حاجه، اوعي تاخدي واحد ما بتحبيهوش، اوعي تاخدي واحد بيحبك بس او انت بتحبيه بس، اوعي تعملي كده. لازم انتوا الاثنين، لازم انتوا الاثنين تكونوا بتحبوا بعض. الحياه مش ورديه حتى لو بتحبوا بعض انتوا الاثنين، لكن بتبقى احسن ما يكون لو انت بتحبيه بس او انت بتحبيه غلط او هو شخص غلط مش كويس، مش هتعرفي تساعديه. او انت قلبك مش كويس، قلبك مكسر متدغدغ، قلبك بايظ، ربنا يكفيكي شر حاجه زي كده، ما حبلكيش حاجه زي كده، ده الوقت اللي تهتمي بيه في نفسك ونظافتك الشخصيه ولبسك الجميل وادواتك ومدرستك ودراستك واوعي تركزي مع حد صاحبتك حبت مين وخطبت لمين او بتكلم مين، اوعي تعملي كده. ولو لقيتي واحده من اصحابك بتكلم ولد مالكيش دعوه، عارفه مالناش دعوه يا محي، اوعي تدخلي نفسك في قصه في حاجه زي كده، عشان كان في لسه حاجه مش كويسه، بنت عملت مشكله، يعني مش عايزه اقول هي عملت ايه في صاحبتها، اذتها جامد لدرجه ايه، انا مش عايزه اقول كده، يعني لدرجه انها خسرت حياه البنت دي، خسرت حياتها، اذتها جامد علشان البنت كانت بتنصحها تقول لها ما تكلميش الولد ده، ما تنصحيش حد، مالكيش دعوه. عرفتي تسيبيها لو انت لو هي بنت مش كويسه ابعدي عنها وشوفي حد تاني كويس ملتزم، او مش يعني بنت كويسه في الدراسه وخلاص تمام صاحبيها وتمام. ما عرفتيش ما تتكلميش وما تنصحيش، مامتها هي اولى بيها تنصحها، الاكبر اختها الكبيره هي اولى بيها تنصحها، لكن انت اوعي تنصحي، الكلمه دي مهمه جدا، اوعي تنصحي صاحبتك ان هي او تقول لها مثلا هقول لمامتك، لا اوعي تعملي كده، ما تبقيش شخصيه عامله كده خالص، ما تبصيهاش في حاجه هي بتعملها. ربنا يسهل لها، ويمكن توصل للفيديو ده او فيديو تاني احسن تسمع منه كلمتين يعقلوها، والشخص اللي انت بتحبيه في الوقت ده من سنك مثلا او اكبر منك بسنه او سنتين، ده لسه طفل، ده عيل، اصلا الولاد عقلها بيبقى اصغر مننا بكتير قوي، عقلها بيبقى اصغر مننا بكتير جدا، فهتحسي ان انت معاكي عيل، ولما يكبر مش هتحسي ان انت مبسوطه، لكن لما يجي حد مناسب ليكي في كل حاجه انت هتحسي بالسعاده. واحنا كلنا اكيد بنفكر في الحب والجواز عشان نوصل للسعاده. فبس كده، يعني كل بنت جميله بتسمعني هي ومامتها، يا ريت خلي بالك من الكلام ده. ولو عايزه نتكلم في مواضيع تانية انا معاكي، مفيش مشكله خالص، هنتكلم في مواضيع احلى واحلى الفتره الجايه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. لو انت مهتمه بالمحتوى ده او مهتمه بالحاجات اللي بقدمها زي الميك اب والنصايح والحاجات دي كلها، يا ريت تعملي اشتراك او سبسكرايب او ابوني لو انت بتتكلمي فرنساوي
ولايك واكتبي لي في الكومنتات ايه رايك في الفيديو، وايه رايك في التجارب اللي مريتي بيها او بتمري التجربه عامله ازاي دلوقتي، او نفسك نتكلم عن ايه يخص كل البنات. عنوان الفيديو ده انا هخليه الحب الصح في الوقت الصح والحب الغلط في الوقت الغلط. ماشي، كلام للبنات والمراهقات وكمان الستات الكبيره، عشان ستات احنا اللي هم قدنا يعني اللي هم عندهم بنات صغيره في سن المراهقه. انا لسه ما عنديش بنت، بس ربنا ان شاء الله يرزقني بنت جميله، هعلمها الحاجه دي واخليها في الوقت ده على قد ما اقدر ان هي تهتم بعقلها ودراستها وشكلها ولبسها، وبعد كده لما يجي الشخص الكويس زي باباها ان شاء الله اكيد ربنا هيرضيها لما هي تحافظ على نفسها. لما هتحافظي على نفسك ربنا هيرضيكي بالحاجه الاحسن او الشخص الكويس في الوقت الكويس او الشخص الصح في الوقت الصح، وتعيشي معاه احلى عيشه وتكون مشاكل قليله وتبقي عايشه سعيده، وده اهم حاجه هتطمنك وهتطمن مامتك وباباكي عليكي. اشوفك على خير الحلقه الجايه، وان شاء الله نتكلم في حاجات تانية. سلام.